خلوني أخدكم ونروح لفيلم قصير مش طويل لكنه ممتع، هيجاوب لك على قدر كبير جدا إن لم يكن كل الأسئلة اللي متعلقة بمسألة هي مصر عملت إيه في مواجهة أخطار التغيرات أو المتغيرات المناخية. هل مصر مساهم فعال في تلويث الكوكب وارتفاع درجة حرارته؟ استحالة، استحالة، لأن احنا عدنا تقريبا 50 سنة أبعد ما نكون عن فكرة التصنيع أصلا يعني. وسيبك من قصة أصل وسائل المواصلات والعربيات وتؤدي إلى تلوث مش عارف القاهرة ولا مدينة مش عارف إيه، في النهاية إحنا مساهمتنا تكاد لا تكون، لا تكاد إنها لا تذكر في مسألة مساهمتنا في تلويث هذا الكوكب الأزرق. لكن ده مش معناه إن إحنا مستعدين لتحمل المسؤولية بكاملها في إقناع والمساعدة على إن إحنا لازم نوقف هذا التلوث عند حده. فمصر خدت مجموعة من الخطوات حقيقية بل وفاعلة وشديدة السرعة علشان تشتغل على مواجهة أخطار المتغيرات المناخية. نشوف الفيلم ده بعد إذنكم وهنلاقي أجوبة على كل الأسئلة اللي في بالنا واللي موجودة في أدمغتنا، وهنرجع نكمل الكلام. من 7000 سنة المصري كان مشغول بفكرة الخلود، فكرة غريبة لكنها خلته يخلق طرق جديدة لتحقيقها. فكر إزاي يستغل كل الموارد اللي حواليه وفي نفس الوقت يحافظ عليها، موارد زي الشمس والرياح والمياه، يحقق بيها حلمه في الخلود والحياة بعد الموت، ويخلق حضارته اللي هتعيش سنين طويلة كأهم حضارة هتعرفها الإنسانية لحد النهاردة. وما اكتفاش بكده، كمان دون قانون يحمي بيه الموارد دي ويفضل ملتزم بيه كل مصري. لم ألوث ماء النهر، لم أقتنص طيورا من براري الآلهة، ولا سمكا من بحيراته، لم أمنع ماء الفيضان في موسمه. النهاردة لما نتكلم عن مصر هنلاقي تطبيق حي لنفس الفكرة لكن بهدف مختلف، وهو إننا نحافظ على استمرار الحياة على الكوكب ونضمن للأجيال اللي جاية موارد طبيعية ونظيفة تأمن لهم مستقبلهم. وده اللي بنشوفه في مشاريع جديدة هدفها الاستخدام الذكي وكل الموارد الطبيعية وللمحافظة عليها من الإهدار أو التلوث، ونخلق حضارة جديدة تبهر العالم كله. ومع إن مصر أقل الدول المشاركة في الانبعاثات الكربونية لكنها من أكثر الدول المهددة بأخطار تغير المناخ، وعشان نتحرك في طريق الوصول لحل يحمينا من أي أخطار كان لازم نشتغل على مجموعة محاور زي تدشين مشروعات إنتاج الطاقة، تنمية الموارد المائية، تطوير البنية التحتية، إنشاء مدن جديدة خضراء، وتطوير الريف. كان لازم نأمن وجود مصدر للطاقة، الشمس، مصدر الطاقة الأول، طاقة نظيفة ومتجددة، والاعتماد عليها هو أسرع طريق لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. مصر استثمرت 20 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. اخترنا أرض أسوان لأنها واحد من أكتر الأماكن اللي بتسطع فيها الشمس بسبب موقع مصر الجغرافي. اخترناها عشان نبني عليها واحد من أهم مشاريع مصر في إنتاج الطاقة، مشروع محطة بمبان، واللي تعتبر واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، واختارها البنك الدولي كواحدة من أفضل المشاريع في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. ومش بس محطة بمبان، مصر توسعت في محطات تانية زي الكريمات ومحطة الخلايا الفوتوفولتية عشان تساهم في التخفيف من الاعتماد على الطاقة غير المتجددة والضارة بالبيئة. الرياح قوة تقدر تطير ريشة، تحرك مركب، أو تشغل توربينات عملاقة تنتج طاقة تنور بيوت ومدن. في راس غارب يوجد واحد من أكبر تجمعات مزارع الرياح في العالم، أكتر من 290 توربينة بتشتغل ليل نهار عشان تنتج طاقة كافية إنها تنور أكتر من 350 ألف بيت، وتصنفت كأفضل مشروع للطاقة والصناعة في العالم بسبب ذكائها وتطورها. المحطة دي في وقت مرور الطيور المهاجرة بتقف تلقائي وتتابع عملها بعد مرورهم
عشان تساهم في حماية طيور نادرة من الانقراض. ومش بس محطة راس غارب، مصر استثمرت في زراعة الرياح مشاريع تانية زي الزعفرانة ومحطة جبل الزيت، وبتتوسع أكتر في مجال الطاقة الجديدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر عشان تحقق هدفها في سنة 2035 إنه يبقى 40% من الطاقة اللي بتستخدمها مصر طاقة نظيفة ومتجددة. لأكتر من 50 سنة بحيرات كتير في مصر كانت بتعاني من الإهمال، خير كتير كان محروم منه الشعب المصري. بحيرة المنزلة مثلاً، مصر احتاجت أكتر من 1 مليار جنيه عشان تزيل المخلفات والملوثات منها وترجعها لحالتها الطبيعية وترجع معاها الزراعة السمكية في مصر مرة تانية للصدارة. ده كان جزء بسيط من المشروع القومي لتنمية الموارد المائية لرفع كفاءة البحيرات، ومصر بتضخ فيه استثمارات بتوصل ل50 مليار دولار. بحيرات زي بحيرة ناصر، البرولوس، البردويل وغيرها، خاصة إن أغلب البحيرات موجودة في شمال الدلتا، المنطقة اللي تعتبر واحدة من أكتر 3 مناطق في العالم مهددة بسبب تغير المناخ. الخطة ما وقفتش عند البحيرات بس، لكن لتخفيف درجات الحرارة كمان كان في خطة خاصة بتطوير منظومة الزراعة والري والاستثمار في الأراضي الصحراوية لتوسيع رقعة المناطق الخضراء، زي المشروع القومي لزراعة وتأهيل 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادي توشكا، واللي تصنف كواحد من أفضل المشاريع البيئية في العالم لكونه مشروع متكامل بيساهم في توسيع الرقعة الخضراء وبيقام عليه مشاريع ضخمة في مجال الصناعة والزراعة. ده غير مشاريع تحويل نظم الري اللي برضو اتطبقت في أكتر من 3.7 مليون فدان تم تحويلهم لطرق ري حديثة. كل دي مشاريع هدفها التخفيف من الاستخدام اللي ممكن يضر مواردنا الطبيعية. الحفاظ على الموارد المائية ما بقاش اختياري، بقى لازم نستغل كل نقطة مية متاحة. عشان كده مصر أنشأت محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحي، المحطة المسجل باسمها 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، لأنها أكبر محطة معالجة مياه ثلاثية في العالم بتكلفة تجاوزت 1 مليار دولار، بتنتج أكتر من 5.6 مليون متر مكعب، واللي بيهم مصر بتستصلح 500,000 فدان لتنمية سيناء. وفي خطوة تانية للحفاظ على الموارد المائية وتحسين الوضع البيئي، مصر بتضخ استثمارات كبيرة في مشاريع تبطين الترع اللي تعتبر من مشاريع التكيف الرائدة، مش بس في مصر لكن في قارة إفريقيا كلها. المشاريع بتستهدف تأهيل أكتر من 20,000 كيلومتر مربع من الترع المنتشرة في كل أنحاء مصر، ده غير استثمارات تقدر بقيمة 2 مليار جنيه في مشاريع الحماية من أخطار السيول، واللي هدفها الحفاظ على الأرواح من أي أخطار والاستفادة من مياه الأمطار مع قلة الموارد المائية المتاحة. تلوث الشواطئ ومياه البحر نتيجته المباشرة تدمير الحياة المائية وغيرها كتير من الآثار السلبية على البيئة. عشان كده كان لازم نتحرك. بدأنا حملة بلو لاجون اللي ساهمت في تطوير الشواطئ في منطقة البلو هول والبلو لاجون وما بينهم بطول 4 كيلومتر، وده كان تحرك ضمن الخطة المصرية في التقليل من تلوث البحار. ومن البحر مصر قدرت تستثمر في مشاريع ضخمة زي مشروع الجلالة لتحلية مياه البحر اللي تكلف 2 مليار جنيه لإنتاج 150 ألف متر مكعب في اليوم. ومش بس مشروع الجلالة، ده في غيره في الضبعة والغردقة والمنصورة ومطروح. التكدس المروري وضعف البنية التحتية أسباب دفعت مصر لإقامة مشاريع ضخمة كان هدفها تسهيل حركة المواطنين والحد من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة. عشان كده فلسفة مصر وهي بتفكر في كل مشروع كانت قائمة على أسس صديقة للبيئة. مصر ضخت استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية، واللي شملت تطوير أكتر من 7000 كيلو متر طرق تساهم في التقليل من حالة التكدس المروري وبتخلق شرايين جديدة للحد من تلوث البيئة، طرق جديدة مجهزة بمحطات شحن كهربي استعداداً لمستقبل بيعتمد على الطاقة الكهربائية، وغيرها من مشاريع تحويل السيارات الحكومية بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي، مشاريع هدفها التخفيف والاعتماد على مواد أقل ضرراً. وعشان نطور من منظومة النقل الجماعي في مصر ونساهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الانبعاثات والتلوث البيئي، بدأنا تنفيذ مشاريع بتعتمد في تشغيلها على الطاقة النظيفة زي المونوريل،
القطار السريع، الأوتوبيسات الكهربائية، خطوط المترو الجديدة، مشاريع مصرية اتنفذت في وقت قليل بمواصفات عالمية تسمح بالحركة بشكل أسرع وانبعاثات أقل. وفي مشروع مصر الأضخم، مشروع تنمية محور قناة السويس اللي ساهم فيه كل الشعب المصري، كان من أهم أهدافه إضافة محور جديد للقناة بيسمح بمرور نوعيات سفن مختلفة بشكل أسهل وأسرع. ده غير المشاريع الاقتصادية الكبيرة اللي تنفذت في القناة من مزارع سمكية ومواني جديدة تساهم في حل جزء من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات والاستفادة بأكبر قدر من مواردنا. الضغط على العاصمة بسبب الزيادة السكانية اللي بتعاني منها مصر كل سنة كان سبب كافي إننا ننشئ مدن جديدة تساعد في استغلال كل الأماكن المتاحة للحياة. عشان كده بنينا أكتر من 30 مدينة جديدة مبنية على أسس صديقة للبيئة تخفف من أثر التغيرات المناخية، وده اللي حنشوف تطبيقه مثلاً في العاصمة الإدارية. عاصمة متكاملة بتعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مباني بتعمل بالطاقة الشمسية، مساحات خضراء تساهم في التقليل من درجات الحرارة، حتى تدوير المخلفات فيها بيتم بتكنولوجيا ما بتسمحش بأي ضرر بيئي يذكر. العاصمة الإدارية الجديدة فيها أكبر منتزه في العالم على مساحة 11 فدان وبطول 11 كيلومتر، واللي فيها بيمر النهر الأخضر وطوله 35 كيلومتر عشان يحاكي تجربة نهر النيل ويربط كل أحياء العاصمة ببعضها. كل ده كان ضمن الخطة المصرية لتخفيف أثار التغيرات المناخية في مصر والعالم. في مدينة شرم الشيخ، أهم مدن مصر الساحلية والمصنفة عالمياً كواحدة من أغنى المدن بالثروة البحرية، طبقت مصر خطة شاملة لتحويلها لمدينة خضراء. كان ضمن الخطة تجهيز الفنادق والمطاعم ومراكز الغطس لحد وسائل المواصلات اللي بقت بتشتغل بالكهرباء في كل أنحاء المدينة، استعداداً لتطبيق الفكرة في كل أنحاء الجمهورية. التحركات المصرية في تأسيس الجمهورية الجديدة كان جزء أساسي منها تطوير الريف المصري واستهداف الفئة الأكثر احتياجاً للدعم عن طريق مبادرة حياة كريمة اللي وصل إجمالي تكلفتها ل 800 مليار جنيه، وبيوصل دعمها لأكثر من 60 مليون مصري. المشروع بيساهم في توصيل الغاز الطبيعي لكل قرى الريف، ده غير مشاريع تبطين الترع، تدوير المخلفات، معالجة مياه الصرف الصحي، توصيل الإنترنت فائق السرعة لكل القرى. وبكده تكون المبادرة حققت أهداف الدولة المصرية في التخفيف والتكيف مع أثر التغيرات المناخية. اللي حصل في مصر في السنين الأخيرة كان كبير، لكن كان ضروري، كان لازم ناخد خطوة عشان نساهم بدورنا في حماية العالم ونبني بلدنا بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة، ونحافظ على مواردها عشان تعيش لأجيال جاية تضمن لهم مستقبل يساعدهم على التقدم والتطور. أحلى وأجمل وأجدع وأروع شعوب الأرض المصريين. أنا اللي عجبني في الفيلم شوية حاجات، مش عارف أنت ركزت معها ولا لأ. يعني مثلا في التفصيلة بتاعة مجمع التوربينات بتاع راس غارب، التوربينات بتقف أوتوماتيكلي أو بتقف بشكل آلي لما بتعدي أسراب الطيور المهاجرة، حفاظا على هذه الطيور وحفاظا على التنوع والاستقرار البيئي. على سبيل يعني إحنا في مصر بنعمل كده؟ يا نهار أبيض، إحنا وصلنا لكده؟ إن أنا أبقى بولد الطاقة صديقة البيئة عن طريق الرياح، لكن عارف المواسم، عارفين طول عمرنا عندنا علماء كتير في هذا الموضوع، عارف المواسم بتاعة مرور الطيور المهاجرة، فالتوربينات تقف علشان خاطر الطيور دي الأسراب بتاعتها تعدي بسلام وآمنة. ده شيء رائع جدا. دي تفصيلة قد تبدو صغيرة، لكن بص على معناها أو بص على اللي وراها، ما بقاش في حاجة في مصر بتترك. كل التفاصيل حتى اللي ما تجيش على بالنا كمواطنين عاديين، لا، لازم الدولة بتاخد بالها منها، وبالفعل بقت بتاخد بالها منها وبتشتغل عليها. ده على سبيل المثال. معرفش لفت نظرك ولا لا مسألة ان مصر، ودي دي مش تفصيلة، دي حاجة بقى كبيرة، عندها تقريبا 6 أو 7 محطات كبرى لتحلية مياه البحار. ايه ده؟ ايه ده؟ خدت بالك بقى من الحتة بتاعت العاصمة الإدارية الجديدة؟ وأظن بقى أن كل الأصوات التي يعني إيه عمالة بتنبح من الخارج حول العاصمة الإدارية، في أنه الرئيس أصلا قتل شك بيقين بأنه القصة
كلها طالعه معانا ربحانه وفيها فائض، ده بخصوص العاصمه. لكن خدت بالك من طريقه بناء البنيه التحتيه بتاعه العاصمه؟ ازاي المباني بتعتمد على الطاقه الجديده والمتجدده صديقه البيئه؟ ازاي في اسمه ايه ده مجمعات كبيره لتدوير النفايات بحيث انها ما تسببش اي تلوث بيئي على الاطلاق؟ ازاي مصر بنت 30 مدينه جديده؟ خد بالك كلها مدن صديقة للبيئة ومعمولة باشتراطات جديدة بحيث انها ما تحملش احمال بيئية على هذه الاراضي المصرية. خدت بالك ان احنا عندنا، وده اللي قدامك، 20 مليار دولار تم استثمارهم في انتاج الطاقة. لما حد يجي يقول لك يا جماعة مصر والفلوس راحت على ايه؟ مش كنا عملنا بيها مصانع؟ هعمل المصانع من غير ما اعرف اشغلها يا مؤمن، يا راجل يا طيب. هعمل مصنع وما عنديش كهرباء ولا غاز ولا بترول، يعني طب اعمل المصنع اعمل بيه ايه؟ ملوش لازمه يعني. ساعتها ابقى انا صرفت فلوس على شويه مباني وجمالونات واشتريت مكان وعملت كل حاجه وبعدين قعدت جنبه وعملت كده. فانت استثمرت انت المواطن، وده عجبني الكلام جدا اللي قالته استاذه سوسن بدر نجمتنا الكبيره المعلقه الصوتيه على هذا الفيلم. انت استثمرت في الطاقة علشان بعد كده يبقى فيه ايه؟ في عندك انتاج. ال 290 توربينة دول يشغلوا او ينوروا 350 الف بيت اهو اهو. في بعض الناس يجي يقول لك انا لا المس ذلك. لا تلمس ذلك لان انت ما جربتوش. لما نيجي نتكلم على 800 مليار بيتصرفوا عشان اهالينا في الريف، هو ده مش عشان الغلابة؟ يعني أهلنا اللي في الريف دول مثلا الأثرياء والوجهاء والعظماء والكبراء، أهلنا في الريف دول أهلي يعني وأهل حضرتك الناس اللي على قد حالها، فبيتغير أو بتتغير حياتهم يوم ورا يوم بالمناسبة يعني. على كل الفيلم لوحده اللي اتعرض على حضراتكم هو يتحدث عن نفسه جدا بالجملة وبالتفصيل.